يوش داك العبد ما ولدك حدا خويا. عارف راسي مقود فهاد البيف غتهبط تقود، كان خايف نقول ما ترون صدق مكلاشي راسي حيت انا اللي كاين عندك هيئة مؤطر على هاد سوام المعطر بلاص ما تحرك داك الطرف او جاك الدوبل طيط ما تبقاش دير بحالي غنضربك بالكوبي رايت امتى بديتي هاد الراب سير دير شي فلو راسك كنوقف قدام الميكرو كلشي كيبدي يسمع اي كي اي نيترو سير تدير بحال تروفي عاد اجي نكمل معاك راجي نقلب لقيتك نتايا اللي منسوخ وغنوقف نطلع ليك من الفوق اما بحالك عليهم غير كنبول كاين نيترو واحد ماشي زوج اما نتايا غير بهيما نهار العيد اش من وسام وانتايا باقي ما لقيتي حالتك غاب شوي عليك هدودة كالتك قاد صوتك ليش كتغلط فيه حتى نتايا بحال القحبة كتغلط فيه الا جيتك كيف الباستا كي البيف وكاين الدس الا شفتيني غفني كيش راه خرجت ليك من الجن الا كان الراب ماشي ديالي نتايا باقي غير الضل ديالي حتى قود ما بحالي نتايا الراب راس مالك هانا درت فيك الخير باش تحرك غير شوية بلاصة القوة دا كتبان ليا غير ضعيف علاش درتي بحال ارت وورك ياك انا غنسخة ديالك نوض داك السامل حتى حاجة ماشي ديالك فيا بزاف الايغو بلا بريكو بحالك غير كانيكم جمعنا معاك الذنوب واخا عارف راسي انا اللي كاين تولي دير شي حاجة ديالك باركة ما تبقى تلاح غير ميساج درتي بلوك باركة ما تبقى تخاف ياك ما قيسك الما هاد البيف غنديرو بحال شي حلمة ونتايا باقي لا هاد المرة صيفط ميساج الا باغي تسلف وا الدراري هاد القوة دا قال لكم راه بحالي وباركة ما ديكالي.